اسمحوا لي ان احنا قبل ما نقعد، يعني ان احنا في يوم زي ده، يوم عظيم، يعني ان احنا نقف دقيقة حداد وايضا تقدير واحترام لأرواح شهدائنا، كل شهدائنا، شهداء مصر، من الجيش، من الشرطة، من القضاء، من أبناء سيناء، كل اللي ضحوا من أجل إن احنا نقف النهاردة الوقفة ديت عشان نقول بداية جديدة لأرضنا اللي كادت تفقد مننا، يعني فاسمحوا لنا إن احنا نقف دقيقة حداد يعني.